هنا ستبنى الأحلام التي لطالما تمناها سعيد، والتي ستكون كفيلة بإعادة بناء شخصيته وخلق إنسان جديد نظير ما آمن به. فهذا المكان سيحوي متجراً يضمن استدامة مالية للرجل الخمسيني. صار بوسع سعيد أن يكون سعيداً، كما أن أحلامه في رؤية بناته وهن يرتدن الجامعة بات ممكناً. أنا ما أتوقع أن يكون لنا بيت قوي جداً ومساحته كبيرة، لأن هذا مش قوي، نحنا خايفين إن يطيح فوقنا بسبب الأمطار الغزيرة.